أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد درسنا الدرس الأول في الأسبوع الماضي، اليوم سنبدأ الدرس الثاني. الوحدة الأولى هي التعارف. الدرس الثاني، الحوار الثاني. حمزة، انظر واستمع واعد. الطالب الأول من عبد الرحمن، هل أنت هنا؟ عبد الرحمن، are you here؟ عائشة عمران، نعم. أوكي. عائشة عمران، أنت الأولى، أنت ستقرأين الجمل من محمد. حفصة نصير، are you here؟ هيكل رحمن، بابو، Yes, teacher. أنت تقرأين الجمل من الشريف. Okay. الوحدة الأولى، التحية والتعارف. الدرس الثاني، الحوار الثاني. ألف، انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. عائشة، السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من باكستان. أنا بباكستان. أنا من باكستان. أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ نعم. نعم، أنا باكستاني. أنا باكستانيتك. وما جنسيتك أنت؟ ما جنسيتك أنت؟ أنا تركي، أنا من تركيا. أنا تركي، أنا من تركيا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أوكي. إفرا أحمد، لطيفة، are you here؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لطيفة، أنت ستقرأين الجمل من محمد. سارة السلام. أفضل، أم، وعليكم السلام. yes. سارة، السلام أنت عليكم. ستقرأين الجمل من الشريف. وهنا في هذا الحوار، نحن قد درسنا وكان نحن ندرس. للرجال نستعمل يا للجنسية، ولكن للنساء نستعمل يا وتاء مربوطة. للرجال وللرجل نقول باكستاني، ولكن للمرأة نقول باكستانية. للرجل نقول تركي، ولكن للمرأة نقول تركية. نصف شيء، للرجل مثلي، نحن نقول مصري، ولكن للمرأة المصرية نقول مصرية. نستعمل تاء يا وتاء مربوطة للنساء، وفقط نستعمل يا للرجال.
والآن جاء دورك، انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. كيفا؟ السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. السلام. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من أنا باكستان. من باكستان. أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستانية؟ باكستاني. سارة؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ سارة؟ أنا تركي. أنا من تركي. تركيا. أنا تركي، أنا من تركيا. أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الحوار الثاني با نفس الحوار للنساء هذه المرة. أم أحمد، أنت مريم، أم سكينة. السلام عليكم. وعليكم السلام، أنت زينب. حوار الثالث. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. أعتبر. وعليكم السلام. من أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من مصر. أنا من... هل أنت؟ أنا من مصر. أنت مصرية؟ نعم. هل أنت مصرية؟ نعم. أنا مصرية. نعم. وما جنسيتك أنت؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وبعد ذلك ينو سابيسا. زارش رحمة. جنو سابي، السلام عليكم ورحمة أنت الله وبركاته. مريم، أنت ستقرأ الجمل من مريم. وزارش رحمن، أنت السلام عليكم. زارش، you read the sentences of Zainab only, okay؟ والآن جاء دورك، انظر وعليكم. واستمع وأعد. السلام عليكم. ينو سابي. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته يا السلام. شيخ. وعليكم السلام. أنا من Listen, ينو سابي. وعليكم السلام. ينو سابي، you will read the sentences of مريم and زارش will read the مريم sentences of زينب. من أين أنت؟ Okay. أنا من مصر. أنا من مصر. نعم نعم أنا من مصرية. وما جنسيتك أنت؟ هل أنت مصرية؟ وما جنسيتك أنت؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من أهلا سوريا. وسهلا.
Okay, this audio basically أهلاً means وسهلاً. that they will read the sentence. In the audio, you will listen to the sentence that they will read. And after that, they want you to repeat the sentence. So it is read like this. So now the next student will read this. Who is next student? Aisha VP does not have a microphone. Abdul Rahman. Are you here? Yes, yes, I am here. So you will read the sentences of Mariam only. First, you will listen to the audio. Then you will repeat the sentence, okay? Then Asma Mudassir. Asma, last time I told all of you that in this class, I will allow only those students who will participate in the class. If you can't participate, then you can just listen to the class recording. So I think Asma Mudassir just want to listen. So I will remove her and she can watch the recording of the class later. Next student, Aisha Imran. Can you hear us? Naam. So Aisha Imran, you will listen to the audio, then you will repeat the sentences of Zainab only. I will play the audio. الآن أمي تقرأي. انظر واستمع. السلام عليكم. عبد الرحمن, repeat. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من مصر. أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ هل أنت مصرية؟ نعم، أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ نعم، أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. For female, usually we say jinsiyatuki. Linnisa, nastamilu jinsiyatuki. أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. أنا من سوريا. أنا من أهلا وسهلا. So هنا قد درسنا للرجال نحن نستعمل مصري تركي باكستاني سوري ولكن للنساء نستعمل مصري باكستاني سوري تركي نستعمل تامل روتا أيضا. بعد ذلك طالبة اسمها حفصة نصير, هل أنت هنا؟ حفصة نصير, do you hear me? I think she's just a listener, so she can listen to the class recording. I will have to remove her. Next, we have Haika Rahman. Do you hear me? Yes. You will read the sentences of the first student. After Haika, we have Havo. Havo. Yes, sir. You will read the sentences of second student. If you face any difficulty, you can ask me. I will help okay. you, inshallah. Let me get to the page. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Where are you from? Do you know the Arabic of this sentence, Haika? Min ayna anta? Min ayna ant? Min ayna ant? Ana min Kenya. Ana min Kenya, sahi.
Are you Kenyan? What is the Arabic for this? Haika, any idea? Yes. Say anything, don't worry about mistake. Hal anti? I don't know. Hal anti? Hal anti? Now, after that, what will you say? Hal anti kiniya? Are you Kenyan? Hal anti kiniya? Hal anti kiniya? Yes. Naam. Naam. Ana min Kenya. Ana kiniya. I am Kenya. Ana Kenya. وما من أين أنت؟ وما جنسيتك؟ Okay. وما جنسيتك أنت؟ Yes, it's me, Haika. Haika, you are from which country? Haika, name of your country? In English? What is the name of your country? Pakistan. Korea. Pakistan. So you will say, I am Pakistani. I am from Pakistan. Anna, Pakistani. I am. Hal. La la la. Anna, Pakistani. Anna min Pakistan. Repeat. Anna min Pakistan. أنا باكستانية. أنا من باكستان. How this is for Haika, not for you. Haika, repeat. أنا باكستانية. أنا من باكستان. أنا باكستانية. أنا باكستانية. أنا من باكستان. أنا من باكستان. Good. Repeat. أهلا وسهلا. Haika, repeat whole sentence again. Ana Pakistania. Yes. Ana min Pakistan. Sahi. Havo. Ahla wa sahla. Good. After that, iPhone Sunira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. You will read the sentences of first student. Then yes. Latifa. Latifa. I think this student is just a listener, so I will have to remove her. She can listen to the class recording. Then we have Mohd Ahsan Khan. Okay. Anna mean wait. Anna? Yeah. Mohd Ahsan Khan, do you hear me? He's also a listener, so I will have to remove him. Then we have Sara Afzal. Sara, do you hear me? Wa alaikum salam. Sara, you read the second student sentences. So, Miss Sunera, first sentence. Hello. Genius to canta. No, no. Sentence is this. Do you see the screen? Peace be upon you. What is the Arabic for this? What is that? Read this sentence in Arabic that is highlighted. Okay, okay. Jinsiyetuka anta. No. Do you see the sentence? Yes or no? Where are you from? Do you see the sentence that I am showing to you at the moment? Okay, okay. Do you understand English language? Yes. Okay. Kya aapko jumla nazar aa raha hai jo maine abhi screen pe likha hua hai? Hmm? کیا آپ کو وہ جملہ نظر آ رہا ہے جو میں نے ابھی سکرین پہ لکھا ہوا ہے اوکے آنسر
I think she also doesn't Ana India. She also doesn't know English language, so next student, Umme Ahmed. So you will read the sentences of the first student. Okay. What is this? Assalamu alaikum. Okay, good. Next student. Sara Afzal. Wa alaikum assalam. Umm Ahmed. Min aina anti? Sahi. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Repeat. Ana min Pakistan. Hal anti Pakistaniya? Naam. Ana min Pakistaniya. Naam. Ana Pakistaniya. Repeat. Pakistan. Naam. Ana Pakistaniya. And what is your nationality? This sentence in Arabic. Wa ma jinsiyatuk. Ma jinsiyatuk. Anti. Ma jinsiyatuk. Yes, I am Pakistani. And what is your nationality in Arabic? Saraf Sar, repeat the whole sentence in Arabic. Yes, I am Pakistani. And what is your nationality? Man jinsiyatuke anti. Muhammad. I am from Muhammad. Ana Kenya. Ana Kenya. Ana Kenya. Mm-hmm. Ana min Kenya. Good. Ahlan wa sahlan. Good. Then we have next student. Sakina Maryam. You are first student. Room 1920. Wait, what? Vivo 1920 just okay. Vivo 1920, you are the second student, okay? Okay. Okay. What are you reading from? Because that little box you have, I came to see it. The writing is so small. It is actually note, so it can't be made bigger. Maybe you are using the mobile in vertical mode. Try to use it in the landscape mode, then it will become bigger for you, inshallah. Okay, yes. Okay, read the first sentence in Arabic. Assalamu alaikum. Vivo 1920, are you here? Yes, yeah, yes, yes. Okay, I'm here. Alaikum assalam. Next. Min aina anti? Vivo has left the meeting. So next student, Yunus Abi Isa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yunus Abi, you need to say this sentence in Arabic. Min aina anta? Nala, I am from this sentence. Ana min Cameroon. Ana min Cameroon. Sahi. Hal anta Cameroon? Hal anta Cameroon? Hal anta Cameroon? Yenu sabe? Naam, ana Cameroon. And what is your nationality? Say this sentence in Arabic as well. Yenu sabe? Sorry, sir. What is the Arabic for what is your nationality? Naam.
ما جنسيتك أنا من غينيا. أنا غينيا. أنا من غينيا. أنا غينيا. يا نصابي. أهلا وسهلا. Good. المفردات vocabulary. So next student we have Zarish Rahman. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. So you will listen to the audio and you will repeat the vocabulary, okay? الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الثاني. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. ما جنسيتك؟ حريري. Repeat. Zarish, you need to read this one. ما جنسيتك؟ Good. ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ أنا باكستان تركيا مصر سوريا باكستاني تركي مصرية سوريا قد درسنا فرق هنا للرجل أنت ستسألين ما جنسيتك ولكن للمرأة أنت ستسألين ما جنسيتك هذا الفرق بين الرجال والنساء للزمير المتكلم نحن نستعمل نفس الزمير رجال أيضا سنستعملنا والنساء أيضا سيستعملنا زمير أنا للجنسية الرجال نقول باكستاني تركي مصري سوري ولكن للنساء نقول باكستانية تا مربوطة تركية تا مربوطة مصرية سورية بعد ذلك لدينا تدريب سلبين الكلمة والصورة الناسبة join the word and the appropriate picture عائشة رحمان are you here and هل أنت هنا غزالة هايكا هنا
للسورة الأولى ماذا نقول؟ Are you here? What is the option for the first picture? Hear me? I don't understand. So, in first picture, you see a man, so you will say Pakistani. Second picture has the map, so you will say Pakistan. Maza Nukul Lihazi, so Maza Nukul Lihazi Sura. What will you say from this picture? I am an Egyptian man. Misri, yeah. Misri, correct. And Lil Haza? Misr. Misr, Sahi. Haza Rajul? Suriya. Suri. Suri. Lil Balad? Suriya. Lil Rajul? Min Turki? Nakul? Turkey. Turkey. Well, Lil Balad. Turkey. Yeah. Hakaza. Sanamalu haza tadrib inshallah. If anyone has any question, they can ask me. Sir, how many session you will take in this? How many sessions we have a class on Friday, Saturday, Sunday? Inshallah. Okay, now we will use the speed review. It will be a little difficult for you, so anyone can answer. Any student can reply and tell me the correct answer. So what is the option for I? Anna. This. Haza. Hazi. Al-Yawm. Yawm. Ma'a. Huwa. Ba. Wa. Min. Or. Li. La. Lidhalika. Lidhalika. La. De. De. Al. Al. And we. And wa. Feen. Feen. Insect. Ila. 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 To be. To Kana. 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 Yakun. La. No. La. Mala. We Maha 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 Yakulu Minister Wazir We نحن هو من من رجل رجل رجال رجال الوقت أوقات وقف has cut has world دنيا عالم عالمنا عالم خوفا بيت بيت بيوت أبيات
حكومات قامة مقابل قامة شيء أول نفس الله Anybody any question? We'll do a little more. Yes. Let me mute everyone. Okay. Next student is Havo. Yes, sir. You will answer all these questions, okay? Okay. Until the class finishes. حال أحوال. Havo, which option you can try? You can say any blind guess, no problem. Amam. Is it Amam? You are saying Amam? Bus. No, it is bus. Bus. Okay. Bus. No, next. Okay. Ala. So, hal, you are saying. Hal, ahwal. Correct. شهر أشهر شهور month next hall which option situation condition case. حال. أحوال شهر أشهر شهور which option justice